افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط محطة توليد الطاقة الشمسية بسعة تقدر بثلاثة ميجاوات التابعة لشركة تطوير البترول في منطقة الصخير، بحضور سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية والجهات ذات العلاقة. لالتزام مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من حيث وضع البرامج والخطط لحماية البيئة في مختلف القطاعات الحيوية بما يعود أثره على الوطن والمواطنين، أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط خلال افتتاحه محطة توليد الطاقة الشمسية لشركة تطوير للبترول في منطقة الصخير أن هذه المحطة تعد خطوة مميزة وطموحة لخفض استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ما يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد. طبعا اليوم نفتتح محطة إنتاج الطاقة الشمسية الثانية لشركة تطوير، إجمالي الإنتاج اليوم يصل إلى 4 ميجاوات وما يشكل 6-8% من استهلاك شركة تطوير. المشروع جدواه الاستثمارية عالية جدا، كلفة الإنتاج أقل بكثير من كلفة التعرفة الكهربية للشبكة الحكومية، فيشجع الاستثمار. اليوم طبعا معانا يعني القيادات في الشركات النفطية وكذلك رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبد الحسين ميرزا، وتعاوننا كثير مع هيئة الكهرباء والماء. اليوم أصبح الاستثمار مجدي، فيخفض لك من كلفة الكهرباء. اليوم شركة تطوير تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء تستوردها من الشبكة، بوجود مثل هذه المشاريع اليوم كلفتها تقل. ويساهم هذا المشروع البيئي الذي يعتبر جزءا من مساهمة شركة تطوير للبترول في تحقيق هدف المملكة في الحفاظ على نسبة استخدام الطاقة المتجددة لعملياتها بنسبة 5% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030، حيث من المتوقع أن تولد المحطة الجديدة أكثر من 5400 ميجاوات في السنة. أود أن أهنئ شركة تطوير على هذا المشروع، وأشكر معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط على تدشينه لهذا المشروع. المشروع يتكون من 3 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ميجاوات واحد كانت موجودة في شركة تطوير في السابق، يعني المجموع 4 ميجاوات من الطاقة الشمسية تساوي 6% إنتاج 6% من الكهرباء التي تحتاجها شركة تطوير، والمشروع سوف يدوم لعشرين سنة، والشركة ستسترجع الكلفة في 10 سنوات، وبعد 10 سنوات ستكون الإنتاج من هذه الألواح الشمسية مجانا. هذه الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها المستمرة في إنشاء عدد من المشاريع البيئية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، تهدف إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدي لظواهر التغيرات المناخية والبيئية المختلفة ومواصلة التزامها بأعلى معايير الصحة والسلامة وتطوير الكوادر البحرينية. إنجاز يضاف إلى حقيبة الإنجازات في قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين، حيث يثبت هذا المشروع مدى التزام الشركة في الحفاظ على الموارد وحماية البيئة، بالإضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.